طبعا دلوقتي هنبدا شرح الدرس الاول في الوحده الاولى في سنه ثانيه الترم الاول. لازم نركز مع بعض ان شاء الله. ده ملخص كويس جدا وسهل جدا بالنسبه لايه؟ ليخليك مستوعب المنهج كويس. اول حاجه طبعا الدرس الاول ده بيتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا. ثلاث حاجات تركز معاها كويس. اول حاجه الاتجاهات وحروف الجر. لازم تحفظ وتركز معاها حروف الجر دي وتركز معاها كويس فيها. اول حاجه عندنا كلمه اكوتي وانفاس ادروات ابوش بري لوان وهنضيف عليهم كمان اوسون. ركز معايا الاتجاهات السبعه دول سبعه اتجاهات او حروف جر تسميهم زي ما انت عايز. مالهم السبعه دول لازم يجي بعديهم ادوات ادغام. ادوات الادغام كالاتي: دو دو لا دو الى ابوستروف دي. لازم السبعه دول احفظهم كويس. اكوتي يعني بجانب، انفاس في مواجهه، ادروات يمين، اغوش شمال، بري قريب، لوان بعيد، وسنتر في وسط، في وسط او في مركز. دول لازم ياخدوا ادوات الادغام دول. عايزين مثال جابيت انا اسكن لوان هنا بقى ليسي. جبت كلمة من السبع كلمات اهو، كلمة اللي هي كلمة لوان. كلمة لوان خلاص افتكر على طول، طالما جت كلمة من السبعة دول، طالما جت كلمة من السبعة دول يبقى لازم تاخد أداة إدغام بعدين، يعني ما تاخدش أداة معرفة، ما تاخدش أداة نكرة، ما تاخدش صفة إشارة، لازم تاخد بعديها دول. طبعًا دي مفرد مذكر، دي بتاعت المفرد المذكر طبعًا، ودي المؤنث، مفرد مكتوب بمتحرك، ودي للجمع. يبقى الإجابة تبقى دي. حلو جدًا. طب هل هنا سؤال، هل يا ترى دايمًا هتاخد أدوات إدغام؟ هل يا ترى لو نفينا الجملة، لو اتنفت هتفضل أداة الإدغام زي ما هي ولا هتتحول لدو؟ هكتب لك النفي هنا أهو. أدينا مثلا جوني أبيت با. أنا لا أسكن. الجملة منفية أهو. لوان نقط ليسي. ركز معايا. هنا بقى لازم تاخد بالك، النفي ما يأثرش على الاتجاهات. ما يأثرش يعني ايه؟ يعني برضه تاخد ادغام زي ما زي ما هي. اوعى تحولها لدو. اي حرف جر من دول او اتجاه من دول منفي عادي جدا، برضه هياخد ايه؟ ادوات الادغام. امال هنا السؤال بقى، متى نستخدم دول؟ هنا السؤال. ركز معايا. يبقى جايين واحدة من السبعة دول ونبقى مجبرين على استخدام دو او دي ابوستروف. امتى؟ خمس شروط. خمسة لازم تكون حافظهم كويس جدا. الخمسة دول لو اتطبق منهم شرط واحد بس يبقى أنت مجبر تستخدم دول. الخمسة كالآتي: إذا شفت أداة إيه؟ معرفة أو نكرة أو إشارة أو اسم إنسان أو حرف الجر شيء، ده بمعنى عند. الخمسة دول شفت منهم اي واحده بعد النقط على طول لازم في الحاله دي ما تاخدش ادغام وتاخد دول. مثال جابيت لوان، ركز بقى هنا بص، موليسي موليسي. هنا جه شرط من الشروط اهو. لا خلاص، طالما جه شرط من الشروط يبقى لازم، لو صفات ملكيه اهو، صفات ملكيه، احنا قلنا معرفه ونكره واشاره، طبعا لما تقول اشاره اشاره وملكيه على طول. اشاره او ايه؟ او ملكيه. يبقى لازم تاخد ايه؟ مو، تاخد دو اللي هي دو، لان في عندنا مو. طب افرض مثلا قلت سو ليسي، صفه اشاره، يبقى دو. طب مثلا لو قلت لو ليسي المدرسه، ايه بتكون بري، بري شرط اهو، كلمه اهو. نقط شيموا دو عشان شيء شرط اهو،
يبقى دروب كده. دروب. يبقى اول ما نشوف اي شرط من الشروط دول احنا قلنا معرفه او نكره والاشاره زي ما قلت بس يمكن الاشاره طبعا مش هتيجي في الترم الاول لان هي اصلا موجوده في الترم الثاني. اي ملكيه تجي لنا انسان شيء لازم ياخد ايه؟ دور بدون ادغام. ده الجزء الاول احنا قلنا في ثلاث اجزاء في الدرس ده مهمه جدا. ده الجزء الاول طبعا اللي هو الخاص بالاتجاهات اللي بتاخد ادوات ادغام. طيب هل الجزء ده خلص على كده؟ لا طبعا. عندنا ست اتجاهات مهمين جدا معرفه. الست كالاتي: اول حاجه دوفان يعني امام، درير يعني خلف، وطبعا عندنا كلمه دون يعني داخل، واند يعني بين، وعندنا سير يعني على، وسو يعني تحت. كل دول بس هم دول اهمهم. دوفون امام، درير خلف، دون داخل، اند بين، وسير وسو. دول بقى ايه ياخدوا عليهم ايه؟ محدد مثلا زي معرفه او ملكيه او اشاره. مثال: جوبيت انا اسكن دوفون امام ليسي. هنا بقى جاي واحده من السته دول مش من السبعه اللي هناك، يبقى لازم ناخد اداه ايه؟ معرفه. حلو. ممكن نتجه طبعا انا اسكن امام مدرسه عادي جدا. اداه معرفه دايما لما اقول محدد يبقى تعرف ان المحدد ده معرفه او نكره او اشاره او ملكيه. معرفه او نكره او اشاره او ملكيه. حلو جدا. بشرى ده الجزء الاول. يبقى خلاصته ايه؟ احنا عندنا اتجاهات معينه لازم احفظها تاخد ادوات ادغام بعدها، وعندنا اتجاهات ثانيه لازم تاخد ايه؟ محدد زي اداه معرفه. الجزء الثاني بقى بيتكلم عن وسائل المواصلات وحروف الجر قبل وسائل المواصلات. عندنا وسائل المواصلات نوعين، نوع مغطى ونوع مكشوف. مغطى وايه؟ ومكشوف. المغطى زي مثلا بيس، تاكسي، مترو، ترام. المكشوف زي ايه؟ زي فيلو وموتو. المغطى ياخد حرف الجر اون، اما المكشوف ياخد اكس. مثال: جوفي انا اذهب، اوليسي نقط ترام، نقط تاكسي. اي حاجه من دول تاخد ايه؟ اون، لانها مغطاه. انما لو جالي بقى لي فيلو او موتو يبقى في الحاله دي اكسون. حلو جدا. طيب هل دول بس اللي بيستخدموا قبل وسائل المواصلات؟ لا، في عندنا كمان بار يعني بواسطه، بس بار ده محتاج ايه؟ محتاج محدد يعني، محتاج فاصل، محتاج اداه معرفه. لما يقول لي مثلا نقط لوترا يبقى هنا لازم بار عشان جاب فاصل. نقط لو تاكسي يبقى لازم ايه؟ بار. يبقى بار عايزه بعديها فاصل. حلو جدا. طيب بس خلي بالك بقى، في وسيلتين مواصلات بياخدوا بار بدون الفاصل ده، هما بار افيون وبار باتو. دي معناها جوا ودي معناها ايه؟ بحرا. دول ياخدوا بار بس بدون فاصل، ما ياخدوش فاصل بعدها لان هي تركيبه زي ما هي كده. حد يقول لي طيب إن جت مع بعضينا، مثلا جالي قبل النقط بار وآن، أقول لك هو المفروض ما يجوش مع بعضهم بقى. إنما لو مثلا جولك مع بعض يبقى ركز معايا بقى، هقول لك الفرق البسيط اللي بينهم. بار أفيون، تاني هقول تاني، بار أفيون وبار باتون ما بياخدوش فاصل في النص. طب لما ما بياخدوش فاصل يبقى كده تساوي مع آن، لأن آن بتيجي قدام الإيه؟ المغطى. فهنا بقول لك لو جم كده بالشكل ده يبقى معناها ايه بقى؟ ده انا عايز يعني ايه؟ خليك تغلط بقى باي شكل، بس انت تركز بقى. بار افيون بار باتو التركيبه دي بتستخدم اكتر مع ارسال حاجه زي ارسال خطاب، مش مع ايه؟ مش مع وسائل النقل. بمعنى لما اقول لك مثلا جون فوا، بص جون فوا انا ارسلت، اين
letter خطاب نقط افيون يبقى هنا تاخد بار يبقى بار افيون بار لما ترسل حاجه طرد معين ترسل طرد معين يبقى تاخد بار اما لما تقول انا ذهبت الى باريس جو في ا باري ذهبت الى باريس وبعد كده نقط افيون يبقى ناخد اون في الحاله دي يبقى بار تستخدم لما اكون هرسل حاجه معينه فبقول برسلها جوا او ارسلها ايه؟ حلو جدا في ملحوظه بقى هنا مهمه جدا خلي بالك في افعال معينه لما اشوفها ما تاخدش حرف الجر لا اون ولا بار ولا اف اول فعل عندنا فعل بروند فعل اتوند فعل اتشيليزي زائد افعال الميول كلها والميول طبعا احنا حافظينهم كويس الافعال دول لما اشوفهم ما اخدش بعديهم اي حرف جر اخد على طول محدد على طول زي المعرفه على طول يبدو محدد مثال جاتون انا انتظر مش محتاج حرف جر اساسا المعنى نفسه مش محتاج حرف جر بيس يبقى هنا تاخد اداه ايه؟ معرفه لو بيس ما خدناش حرف جر يبقى لما تشوف فعل بروندر فعل اتوندر فعل ايتيليزي او اي فعل من افعال الميول انت في الحاله دي مش محتاج اساسا تشوف تاخد حرف جر المعنى نفسه مش محتاج غير لما تقول انا بذهب الى المدرسه بالاتوبيس او بالتاكسي انما هنا انا باخذ التاكسي او بنتظر التاكسي او استخدم التاكسي او احب التاكسي يبقى لما نشوف اي فعل من دول ناخد اداه معرفه او اي محدد زي المعرفه تمام ده بالنسبه للجزء الثاني واخر جزء هو الاستفهام الاستفهام في الدرس ده بيركز على الاستفهام دو يعني ايه اين مثلا جو في وليسي انا في هذا الدرس ده مكان اين يبقى السؤال طبعا هيبقى او او تي فا او او فا تي او او اس تي فا اترو المكتب او تي فا او اهم حاجه نستخدم الاكسر ايه ولكن ركز معايا لما اقول لك جوفيان دو كلوب انا جاي من نيس طالما في دو قبل المكان يبقى السؤال دايما هيبقى ديو من اين جوفيان من اين انت تاتي من اين تاتي طيب لو قلت جو باس انا بمر بار لا بوست يبقى المكان مسبوق ببار يبقى نسال ببار بار او بار او وهكذا يبقى انت لما يكون المكان عادي مش مسبوق باي حرف جر مختلف ناخد او نسال باين لما يكون المكان مسبوق بدو باي شكل من اشكالها نسال بدي او ولما يكون المكان مسبوق ببار نسال ببار فعندنا بعد كده اداه الاستفهام عن الزمان دي معناها متى وتسال عن الزمن جوفي اوليسي لومتا صباح بزمن يبقى نسال على طول بايه كون كون تي فا اوليسي طيب لو الزمن ده كان محدد بساعه زي مثلا اسيتور الساعة 7 يبقى السؤال هيبقى على طول ايه؟ اكيلور اكيلور يعني في اي ساعة تي فا اوكلور او اوليسي انت تذهب كذا طيب دي اهم الحاجات اللي موجودة في الدرس الاول هقولهم بسرعة كده العناوين بتاعتهم اول حاجة الاتجاهات لازم تبقى عارف العناصر بتاعت الدرس كويس الاتجاهات ركز معايا تاني حاجة وسائل المواصلات وحروف الجر قبلها وثالث حاجه ادوات الاستفهام المهمه في الدرس ده. طبعا بعد ما اخلص ان شاء الله خلاص الدرس الاول انتهى بعد كده نشرح كل درس. بعد الدرس الاخير في الوحده الثانيه هعمل حصص للايه؟ للمواقف اهم مواقف الوحدتين يعني اهم مواقف الترم وطبعا حصص برضو للجرامير للقواعد اهم القواعد المتوقعه في امتحان الترم عشان ان شاء الله تسمع الفيديوهات دي
تبقى جاهز تماما لامتحان الترم ان شاء الله. يلا ربنا يوفقكم باذن الله.